الحمد لله الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو، ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض إلا هو؟ ومن يملك السمع والبصر إلا هو؟ ومن يعلم الجهر والسر إلا هو؟ موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو، يوسف في قعر البير حين ناداه قال لا إله إلا هو، يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو، إبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني، بدن ضعيف ضعيف، وصقر طويل طويل، وبحر عميق عميق، وزاد قليل قليل، ويقول الجنة وعدي وعدي، ويقول النار عهدي عهدي، ويقول الكعبة زواري زواري، ويقول آدم صفي الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول نوح نجي الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول موسى كليم الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول عيسى روح الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول هادينا وشفيعنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا رب أمتي يا رب أمتي، ويقول الجبار جل جلاله عم نواله يا حبيبي حبيبي، يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.